عقدت مؤسسة التعاون مؤتمرا تحت عنوان التعاون من أجل التنمية في فلسطين قيود وآفاق، وذلك بعد مرور 30 عام على تجربة المؤسسة. المؤتمر الذي عقد في مدينة رام الله يهدف إلى تعزيز آليات التنمية البشرية والاقتصادية في فلسطين. المواضيع التي سنعنى بها هي موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول هو الموارد البشرية. لا يوجد تنمية بدون موارد بشرية. رأس المال الاستثماري لفلسطين ولأي بلد تحتاج أو تريد أن تطور من نفسها هو الموارد البشرية. نريد أن نركز على بناء إنسان وموارد تعلم ما هي من أنا، ما هي هويتي، وكيف أرسخ وكيف أصمد. وتطرق المجتمعون إلى عدة قضايا من بينها تنمية الموارد البشرية وأهمية تناغم التعليم وسوق العمل، إضافة إلى مناقشة الاقتصاد الفلسطيني والآفاق المستقبلية والعوائق التي تحد من التنمية الشاملة في فلسطين مثل السيطرة الإسرائيلية على مناطق جيم، وهو ما كلف الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة جدا. القيد الإسرائيلي الذي كما أشرتم يتحكم بكل شيء في فلسطين، بكل شيء له علاقة بعملية التنمية، سواء كنا نتحدث عن الموارد الطبيعية. وهنا أود أن أشير إلى التقرير الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي الذي يقول أن الخسائر التي تلحق أو لحقت بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم تمكين الشعب الفلسطيني من استخدام المناطق التي تقع تحت ما يسمى في مناطق جيم تصل إلى حدود 3.5 مليار دولار بالسنة. القيود المفروضة على التنمية وعلى السلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال هي سبب رئيسي لقصور التنمية الفلسطينية، وهذا مصدر دخل كبير. الرقم صحيح والرقم ليس فقط مقدم من السلطة الفلسطينية وإنما مؤيد من قبل البنك الدولي. بالتالي هناك مشروع ضروري يجب أن يقوم به الجميع ابتداء بالسلطة الفلسطينية، وهي تنمية منطقة سي وإزالة القيود ما أمكن ذلك المفروضة من قبل الاحتلال. ويستمر المؤتمر يومين حتى يتم فيه تبادل الخبرات وتسليط الضوء على بعض النجاحات لتحقيقها في فلسطين، حتى يتم تحقيق تنمية في كافة الموارد الفلسطينية. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.